شكرا للزميل سعيد راشد العويسي. الحفل الكريم المتابعين الاعزاء في كل مكان من خلال هذه الانطلاقات وتحديات هذا المساء. نهني كل الفائزين في هذا المساء حتى هذه اللحظات، ونتابع شوطنا الرابع عشر الذي يسير امام حضرات المتابعين والمراقبين هنا في هذا الشوط. عموما على كل حال ايها الحفل الكريم مشاهدينا، نعود الى متابعه هذا الشوط والخاص بالجعدان المهجنات الاصايل. الصداره والمقدمه هناك عفاس بالكريبي المري من خلال الشعار، يتواجد في مقدمه الشوط كفو في هذه الانطلاقه من يفتتح اذاعه الشوط الرابع عشر. المركز الثاني نتابع الباز علي بن عبد الهادي بن عبده المري، هو من ياتي بالمركز الثاني. المركز الثالث مشاهدينا الكرام، هنا النقلة على نايف لعبد الله بن مخيت الكعبي ياتي او الكتبي، عبد الله بن مخيت الكتبي ياتي بالمركز الثالث مع نايف. اما المركز الرابع من خلال هذه اللحظة وجود البرق عبد الله بن عتيج العطوي، وعليك مراجعة لجنة التحليل والتشبيه، ولكن شعار سعيد بن محمد بن زيتون المهيري يتغلغل إلى رابع المراكز في هذه الأثناء في هذا الاندفاع. المركز الرابع من الجانب الآخر هناك الخامس الآن شعار شعار هناك يتدخل شعار محمد بن فري المهيري، هو من يحتل المركز الخامس مشاهدينا الكرام. والمركز السادس النقلة وافي سيف بن راشد بن سيف بشاوي الغفلي في المركز السادس. أما المركز السابع البرق لعبد الله بن عتيج العطوي، والتحليل في انتظارك. المركز الثامن هنا من خلال هذه اللحظات مهيض خليفة بن أحمد بن شملان الفلاحي ياتي بالمركز الثامن. والمركز التاسع في انتقالتنا شعار بالغافرية ياتي بالمركز التاسع، هذا هو الناهي راشد بن سعيد بالغافرية على المركز التاسع. المركز العاشر نقله الى شعار محمد بن خلفان الغويص، هنا ياتي بالصاروخ، وعليك مراجعة لجنة التحليل والتشبيه في عاشر المراكز. عشرة مراكز حفلنا الكريم في هذه الانطلاقة وتحديات هذا الشوط. نعود إلى الصدارة، نعود من جديد إلى قمة المركز الأول، ولكن المتابعة والاندفاع لا زال من يحمله كفو في هذه اللحظات. كفو عفاس بالكريبي المري مشاهدينا هو من يحتل صدارة الشوط، يندفع إلى الأمام إلى قمة الشوط وإلى المنافسة أكيد بلا شك تلقائية، أكيد مع الحماس الأول لهذا التحدي هو من يسيطر على الصدارة. أما هناك المنافسة بدأت الآن، بدأت المنافسة، بدأ الزحف على المقدمة والزحف على المركز الأول. المركز الثاني هنا وجود الباز لعلي بن عبد الهادي بن عبده المري يأتينا في المركز الثاني مشاهدينا الكرام. والمركز الثالث، المركز الثالث عندك يا بن فرعي في هذه اللحظة، أو ضحي بن مبارك الاشتبي عفوا يأتي في المركز الثالث. أما المركز الرابع تدخل بن زيتون على المركز الرابع للطام سعيد بن محمد بن زيتون المهيري يحتل المركز الرابع. أما المركز الخامس فهنا حامل لواء وافي سيف بن راشد بن سيف بشاوي الغفلي في المركز الخامس. إذن المركز السادس، شوف المركز السادس من الجانب الآخر، الناهي راشد بن سعيد بالغافرية يحتل المركز السادس في هذه الأثناء. المركز السابع تدخل جميل ورائع من خلال وجود البرق عبد الله بن عتيج العطوي. المركز الثامن، ثامن المراكز هنا وجود نايف عبد الله بن خيد الشتبي. المركز التاسع وصل شعار الخيارين، وصل غانم بن محمد بن زايد الخيارين ياتينا على ظهر مزعج مع مزعج مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات. ازعجهم يا مزعج شعار الخيارين، يلا يلا عندك يا عتيجة بن قريع يا المري ما شاء الله حاصد نقطة في هذا المساء مع شعار الخيارين ورصيدها بن صغان سيارتين ما شاء الله تبارك الله. اللهم زد وبارك، اللهم وفق كل مجتهد ولكل مجتهد النصيب. المركز الثامن ولا التاسع عموما على كل حال في هذه اللحظة مهيض خليها بن أحمد بن شملان الفلاحي. والمركز العاشر، العاشر جلمود لعلي بن راشد
خالد شقة السوداني ياتينا في المركز العاشر مع جلمود. جلمود جلمود خذ المركز العاشر مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات. 10 مراكز 10 مواقع 10 مندفعين في هذا الشوط. ولكن نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى صدارة الشوط وإلى انتقالة هذه اللحظات. يا سلام، عودة إلى الصدارة، عودة إلى عفاس الكريبي المري من يحتل المركز الأول. الأول الأول هناك كفو، كفو في صدارة الشوط، كفو على المقدمة، لا زال يقود الأسماء هنا من خلال وجود هذه المشاركات. 60 مشارك في هذا الشوط، 60 منازع لانتزاع بطاقة أو ملكية هذا الشوط للسيارة. للسيارة الكل باحثا عن هذا اليوم بتسجيل نقطة، تسجيل كذلك ناموس وتجدد روح النشاط والحيوية حيثما يمتلك حيثما يضمر. ولكن عفاس الكريبي المري في المركز الأول. المركز الثاني واصل بن زيتون، لطام 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 سعيد بن محمد بن زيتون المهيري يأتي في المركز الثاني مشاهدين الكرام. والمركز الثالث راشد بن سعيد بالغافرية مع الناهي في المركز الثالث، لكن بضحي بن مبارك الاشتبي، ضحي بن مبارك الاشتبي مع مغيران. مغيران مغيران يأتي في المركز الرابع مشاهدين الأعزاء. والمركز الخامس مزعج غانم، غانم بن محمد بن زايد الخيارين هو من يحتل المركز الخامس وسادس المراكز. لكن نعود إلى الصدارة. 1600 هي إلى الأمام، إلى الأمام. يلا يا إخوان حرك حرك اللي بتحرك. خلاص أهالي القمة موجودين في القمة، أهالي القمة موجودين في القمة. ولكن شوفوا الدخول، شوفوا الدخول هناك. لا زال كفو، لا زال كفو من يسيطر على المركز الأول. كفو عفاس الكريبي المري، ولكن الشجاع قادم، الشجاع 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 يتقدم. محمد بن مطر بن محمد المهيري إلى المركز الثاني الثاني من خلال هذه اللحظات. اللحظات يا سلام يا المهيري خذ المركز الثاني. لكن اسم جديد، اسم جديد، رداد رداد سعيد بن حمد بن حمرور العامري يأتي في المركز الثالث في هذه اللحظات. الدعهم والدعهم 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 رداد. سعيد بن حمد بن حمرور العامري مع رداد. المركز الرابع هناك بن كليب قادم. يا بن كليب يا بن كليب شاهين لسالم بن زيد بن علي بن كليب الاجتبي خذ المركز الرابع. ولكن هناك العوده، العوده الى الصداره. يا رباه على مقدمه الشوط في صداره الانطلاقه مع هذه اللحظات. شوف المقدمه، شوف المركز الاول محمد بن مطر بن محمد المهيري. هنا الشجاع 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 في المركز الأول. يا لها من معركة، يا لها من مقدمة. ولكن يا رب صدارة الشوط. المركز الثاني هناك بن حمرور، بن حمرور يأتي في المركز الثاني، بن حمرور يأتي في المركز الثاني مشاهدينا الكرام. والمركز الثالث سالم بن سيف بن علي بن كليب. الله مصر، مصر مع شاهين، مصر على الأسرار. لكن الشجاع مسيطر، الشجاع من يسيطر. اللحظات الأخيرة لحظات حاسمة. يا سلام يا سلام، من في المقدمة؟ المقدمة والمعركة طاحنة 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 بين الشجاع وشاهين. ولكن الشجاع مسيطر، الشجاع مسيطر. يلا يلا يا المهيري محمد بن مطر بن محمد المهيري مسيطر على المركز الأول. نقول للمرة الثانية تهانينا والناموس، والناموس للمرة الثانية محمد بن مطر بن محمد المهيري. لكن شوف بن كليب، بن كليب بن كليب يا سلام شاهين والشجاع. ولكن الشجاع خلاص اسم على مسمى، اسم على مسمى. الله يا رب شوف المقدمة. تهانينا لمحمد بن مطر بن محمد المهيري على الفوز بالمركز الاول. المركز الثاني شجاع شاهين سيف بن علي بن كليب. المركز الثالث هناك رداد ياتينا. المركز الثالث سعيد بن حمد بن حمرور العامري. ايها الحفل الكريم مشاهدينا الاعزاء، والمركز الرابع. ولكن التوقيت الزمني بالفعل ياتي في هذه اللحظات عمدا من خلال هذه الانطلاقه. نتابع محمد بن فري بن محمد او محمد بن مطر بن محمد المهيري على فوز الشجاع 9 دقائق 27 ثانيه 4 اجزاء من الثانيه. وتهاني للمره الثانيه على التوالي بينما المركز الثاني يصل شاهين سالم بن سيف بن علي بن كليب 9 دقائق 28 ثانيه جزء من الثانيه هو توقيت الزمني. والمركز الثالث يصل بن حمرور حاملا مع رداد تحيه ناموس اخرى في هذه
اللحظات سعيد بن حمد الحمرور 9 دقائق و31 ثانية، 6 أجزاء من الثانية وتوقيته الزمني على هذا الفوز.